دابا رفح كان هي مدينة فيها 250,000 نسمة، تحولت مع النزوح والضغط إلى 1,400,000 نسمة نزلوا لها الجميع. وأول ما نزلوا لها، وأول ما يحاول الإنسان أن يساعد، هو المرأة الحامل في العائلة. المرأة الحامل كتخاف عليها أكثر، لأن هي جوهرة وضعيفة وتحمل الحياة. فالناس دائما يخافوا على النساء الحوامل، كيهبطوا من الجنوب. مع الأسف النساء الحوامل تتبع الحمل أصبح شبه مستحيل، لا من قبل ولا من بعد. ف اللي كيساعدنا في أنهم الأكثرية مثقفات قاريات، وكيعرفوا إمتى بدات الحمل ديالهم، وكيعرفوا فين غادي الحمل، هذا كيساعدك. ولكن كيعانيوا الأكثرية من سوء التغذية، من فقر الدم، من الحالات المزرية للعيش، لأنهم إما تعيشوا مكتظين في أقسام القسم، مثلا يعني غرفة اللي فيها 6 متر على 8 فيها 5 6 العائلات، 50 60 نفر، يعني لا يطاق، لا يعني صعيب تتخيلوا. أو في الخيام، الخيمة التي تستر ولا تأوي، لأن فيها الحر بالنهار وبرد بالليل. وهاد النساء تيجي الأكثرية ولدوا في مشفى الأم. الطفل اللي كان كيدير تقريبا 20 ولادة في اليوم، فأصبحت 80 في اليوم. والنساء تخرج ما بين 3 إلى 6 ساعات، تولد وتاخذ الرضيع ديالها وتخرج للخيمة. فتصور أي واحد عاقل أن الزوجة ديالو غادي تعيش في هذه الحالة. هذه يعني شيء صعب. والقيصريات من 4 ولينا 20 إلى 30 قيصرية، لأن في وقت الحرب يزداد عدد القيصريات، يزداد عدد الإجهاض، يزداد عدد الولادات الخدج، ويعني الولادات قبل الوقت. فهذا كيعطي واحد الضغط على الحواضن اللي هي تاهي متوسطة في هذا المستشفى الصغير، 11 يعني حاضنة، ولكن عدد الموجود فيها 30، كيديروا 3 4 في الحاضنة، مما كيعطي واحد المشكلة أخرى، وهو إذا كان تعفن أو في واحد كيعطيه الآخر. ويعني عدد كبير من المشاكل. مشكلة الحرب أن أي خلل ممكن يجيب مضاعفات وينتهي بالوفاة، اللي هي ما كتحسبش كوفاة حرب، وكي هي وفاة ناتجة، أنا كنسميها وفاة غير مباشرة، ناتجة عن ظروف الحرب.